المجتهد في الخلاصة دائما تنقلوا الآن ندافع على حماس باعتبارها رأس حربة سي مختلف بشخص. أنا أختم معكم المستهدف الآن، الفكر إخواني اختلفوا معاه، المستهدف الآن رأس حربة المشروع التحرر الوطني الذي تقوده حركة المقاومة الإسلامية حماس، هذا عناوينها الآن. هي مستهدفة، لذلك الإعلام انزعج البعض. لا ليست هي، ليست هي المستهدفة، قالها ماكرون، قال نزمنا نعمل تحالف يحارب الإسلام السياسي بما فيها المقاومة. فالمقاومة بالنسبة لهم هي فرع من فروع الإسلام السياسي، والعدو رقم واحد هو الإسلام السياسي. العدو رقم واحد لشكون؟ لإسرائيل، للإمارات، للإعلام التونسي في نسبة 90% تقريبا متاعه. الإسلام السياسي هو المشكل، وما ثم حتى مشكل عند ماكرون وعند إسرائيل وعند أمريكا إلا الإسلام السياسي. الصين لقوا معها الحلول، نعم. شركة هواوي لقوا معها الحلول، وكوريا الشمالية عندهم معها التوافقات ويعرفوا يعملوا السلم وما يدخلوش في الحرب. إلا هذا الإسلام السياسي، الإسلام المقاوم، هو ليس الإسلام السياسي، هو الإسلام اللي خارج الصلاة والزكاة والحج، الإسلام الذي يغير حياة الناس، مشروع الحضاري المقاوم مدافع عن الأرض والعرض. نعم. الإسلام المقاوم هو العدو رقم واحد بالنسبة إلي. البلاتوات الإعلامية. نعم نعم نعم. البلاتوات الإعلامية قلنا أن هي ذيك الطابور الخامس، هذاك متاع إسرائيل، ويشتغل. ولو نكشف ويكشف، هي بالمناسبة نعم. وانت تحكي الآن على عبير وعلى ما عندهش يكون يحكي عليها، فعلا نتمنى أنه قيس سعيد وهو يحب المقاومة كثيرا، نعم. أنه يأخذ من أخلاقيات المقاومة فيعامل السجناء السياسيين معاملة الأسرى الصهاينة عند حماس، ويعمل كذلك حتى تبادل الأسرى، يخرج نعم. عبير اللي هي تابعة الأسرى متاع الشق الصهيوني، ونسمي الأشياء بأسمائها، ها تتفق هي وإسرائيل أنه العدو متاعهم هو مشترك هو الإخوان، ويخرج يخرج الرؤوس المعارضة التونسية كل يعني في إطار تبادل الأسرة من سجن الواحد. وهذه تكون يعني مفارقة تونسية حلوة برشا، أن في السجن الواحد يسكنوا فيه الفرقاء في دولة واحدة، نعم. وعند جهة واحدة لا تحتاج إلى وسطاء أصلا لتبادل الأسرة. كل الدعم، كل الإسناد للمقاومة الفلسطينية على رأسهم حركة المقاومة الإسلامية لتقود حركة مشروع التحرر الوطني، وإن شاء الله تتحرر بلاطواتنا من سميهم سي مقداد الطابور الخامس للأسف الشديد. هذوما كالقراد للأسف الشديد، مستغلين اللي مارسوا القصف اليوم 13 سنوات، مشروعهم لا مال ضوء، لا غياب الخبز، لا غياب الفريدة، لا مشروعهم غياب لوثة إيديولوجية. هذا للأسف الشديد هو يتكشفها المواطن التونسي يوما بعد يوم. جزيل الشكر سي مقداد، جزيل الشكر سي نصر الدين، جزيل الشكر لكل سادة مشاهدين متابعينا. ندعوكم ونهيبكم أكثر دعم لصفحاتنا، احنا في حرب لا من الانقلاب ولا من صفحات سي مارك، هذا اللي نازل على صفحاتنا. نتواصل نلتقي وإياكم إن شاء الله دائما مستمرين، نقل فيسبوك على الأقل في انتظار عودة صفحتنا الرسمية اللي هي بديلة في الزيتونة على الحصاد، حتى يصلكم صوتنا. لقاؤنا غدا إن شاء الله بداية الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس 10:30 توقيت القدس المحتلة. في أمان الله.